الواحد إن شاء الله اليوم رح نستكمل محاضرة الاشتقاق. سابقاً أخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف، أخذنا ثلاث محاضرات، الجزء الأول والثاني والثالث، بعدك أخذنا الاشتقاق لكثيرات الحدود باستخدام القوانين، أخذنا الاشتقاق للدادة الروسية، أخذنا الاشتقاق للدول الثلاثية، أخذنا الاشتقاق للجذر التربيعي. كل موضوع كان في محاضرة على حدة، وإن شاء الله راح أحط الروابط تحت كلهم في ملخص المحاضرة اللي خدها اليوم. محاضرة اليوم راح ناخذ مشتقة حاصل ضرب اقترانين أو مشتقة حاصل ضرب أكثر من اقتران، لكن في المحاضرة هذه راح ناخذ فقط حاصل ضرب اقترانين. راح أسميها هذه مشتقة حاصل ضرب اقترانين الجزء الأول. رح ناخد فيها كيف أشتقها باستخدام القانون، رح ناخد عليها المسائل اللي موجودة هذه عبارة عن كثير الحدود مضروبة في الدادة الروسية، هي هذا رح تكون الجزء الأول. الجزء الثاني إن شاء الله رح تكون حصل ضرب اقترانين أي دالة، سواء كانت دالة أسية أو دالة مثلثية أو ممكن يكون جذر مضروبة في مين؟ في كثير الحدود. المحاضرة أو الجزء الثالث من حصل ضرب اقترانين رح ناخد فيه لو كان أكثر من اقترانين، لو كان عندي ثلاث اقترانات أو أربع اقترانات مضروبة في بعض، كيف أنا ممكن أشتقهم باستخدام القانون؟ خلينا نبدأ بالأول. إحنا ضربنا القانون اللي هي قاعدة حصل ضرب اقترانين، إذا كانت if F and G are all differentiable then دي على دي اكس، دي على دي اكس هذه معناها ان انا بدي اشتق الاقتران اللي موجود عندي بالنسبه لمين؟ لاكس. في حاصل ضرب اقترانين لازم الداله الاولى اللي هي اف الاكس وجي الاكس لازم تكون دوال نفس المتغير اكس، يعني ما بينفع اضرب داله اف الاكس مضروبه مثلا في جي الزد، لازم يكون نفس المتغير اللي هو الاكس ها نفس الاكس ها، يعني الداله هذه الأولى بدلالة الإكس والدالة الثانية بدلالة الإكس. طيب لو كانت عندي أنا اف إكس مضروبة في جي إكس، شو مشتقتها بالنسبة لإكس؟ بدنا نسمي بالأول إنه اف الإكس هي الاقتران الأول، جي الإكس بدنا نسميها هي الاقتران الثاني. يفضل إنه يكون طالب يحدد وين الجزئية الأولى وين الاقتران الأول وين الاقتران الثاني، بيسهل عليه إيه اللي هو لما يجي يعوض في القانون. المشتقة بتحكي لي إنه مشتقة حاصل ضرب اقترانين الأول كما هو، أيوه بأكده كما هو، مضروب في مشتقة الاقتران الثاني اللي هي دي على دي إكس لمين؟ لجي إكس اللي هي مين؟ الاقتران الثاني، هذا بدنا نسميها مشتقة الاقتران الثاني، وهذا مين؟ الأول كما هو زائد، هي زائد في القانون، الثاني كما هو، أيوه الاقتران الثاني كما هو مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران مين الأول؟ هي مشتقة الاقتران الأول. إذا حصل ضرب اقترانين هو عبارة عن الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. يعني بإمكاننا نكتبها بالشكل هذا. لو كانت عندي F الإكس مضروبة في جي الإكس، شو مشتقتها بشكل عام؟ هي عبارة عن F الإكس مضروبة مشتقة الجي بالنسبة لإكس زائد الثاني جي الإكس في مين؟ مشتقة الأول. يعني بنكتبها بالشكل هذا يعني بالشكل هذا في القانون. إذا نيجي لو بدنا نكتبها لفظيا هي مشتقة حاصل ضرب اقترانين الأول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني مضروب في مين؟ مشتقة الأول. إذا مشتقة حاصل ضرب اقترانين هي الأول مضروب في مشتقة الثاني زائد الثاني مضروب في مين؟ في مشتقة الأول. دي ناخد مسائل عليها. عندي السؤال الأول الإكس، هنا معرفنا إنه اف الإكس هي عبارة عن مين؟ إكس في إي أس الإكس. طبعا انا بدي احدد مين الاقتران الاول، هذا هو عباره عن الاقتران الاول، هذا هو عباره عن الاقتران الثاني. بدي اعتبر انه الاكس هي عباره عن اف الاكس لوحدها، وانه الاي اكس هي عباره عن جي الاكس مين لوحدها. ادي انا اشتق اللي عندي، ادي اف الاكس اسم الداله اللي هي عباره عن حصل ضرب اقتران،
هيصير عندي اف داش للاكس بتساوي هذه اف الاكس تختلف عن الاف الاكس اللي هنا. هذه اسم الداله، هذه الداله الاولى في حصه ضرب الترابيز. هذا ممكن يكون اسم اف الاكس، ار الاكس، جي الاكس، اي شيء ممكن يكون نسميه. المهم انا بدي اركز على مين، على حصه الضرب مين الاقتران اللي عندي. حسب القانون ايش بيحكي لي؟ الاقتران الاول كما هو، يعني الاكس هي بدها تنزل كما هي مضروبه في مين؟ مشتقه الاقتران الثاني. الاقتران الثاني عباره عن اي اس اكس. شو مشتقه اي اس اكس؟ هي نفسها مضروبه في مشتقه مين؟ الاس اللي هو واحد. هاي انا خلصت الجزئيه الاولى. زائد الثاني حسب القانون بيقول الثاني هيبقى اي اس اكس مضروبه في مين؟ في مشتقه الاول. شو مشتقه الاكس؟ واحد. هيك بنكون خلصنا. وايس بعد كمان بدي ابسطها. الواحد مضروبه في الاكس هي عباره عن اكس مضروبه في اي اس اكس فهيعطيني اي اس اكس. زائد اي اس اكس مضروبه في واحد هي اي اس اكس. اذا اصبحت عندي مشتقه اكس اي اس اكس هي عباره عن اكس اي اس اكس زائد اي اس اكس. اهم خطوه لما بدي اجي اشتق حصه ضرب الاقترانين لازم احدد بين الاقتران الاول ومن الاقتران الثاني. نيجي السؤال الثاني، عندي اكس تربيع هي الاقتران الاول، اي اس الاكس تربيع هي الاقتران الثاني. حسب قاعده الاشتقاق بيحكي لي انه مشتقه حاصل ضرب الاقتران هي الاول، هنا الاقتران الاول هو اكس تربيع. الاقتران الاول بينزل كما هو، هي اكس تربيع مضروب في مين؟ في مشتقه الاقتران الثاني. هاي شو الاقتران الثاني؟ اي اس اكس تربيع. شو مشتقه الاكسبوننشال او الداله الاسيه اللي شرحناها بشكل مفصل في المحاضرات السابقه، راح احط الرابط تحت. مشتقه الداله الاسيه هي نفسها اي اس اكس تربيع مضروبه في مين؟ مشتقه الاس تبعها اللي هي 2 اكس. شو مشتقه اكس تربيع؟ 2 اكس. هاي الجزئيه مين الاولى؟ لما بنحكي عن الجزئيه الاولى عم نلزم فيها هذه اللي هي ما قبل عمليه الجمع، والجزئية الثانية اللي هي مين؟ اللي هي الاقتران الثاني مضروب في مشتقة الاقتران الأول. خلصنا الجزئية الأولى زائد الثاني. حسب القانون بيقول لي الثاني كما هو هيو إي أس إكس تربيع مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. شو مشتقة إكس تربيع؟ 2 إكس. هذه مشتقة الإكس تربيع اللي هي مين؟ الإكس تربيع اللي هي 2 إكس مشتقتها هاي. لكن 2 اكس هي مشتقه مين؟ الاس. ويساوي لو انا بدي ابسطها 2 اكس مضروبه في الاكس فبيعطيني 2 اكس تكعيب مضروبه في اي اس اكس تربيع زائد 2 اكس في الواحد اللي هنا اللي هي 2 اكس في الاكسبوننشال اكس تربيع. الاكس تكعيب هذه من وين اجت؟ هي الاكس مضروبه في الاكس تربيع وهي 2 كمان. نيجي للسؤال رقم 3. السؤال اللي رقم 3 اف الاكس هي عباره عن جذر الاكس مضروبه في اي اس 2 اكس زائد 1. اهم خطوه عندي ان انا احدد مين هو الاقتران الاول، هي كله هذا هو الاقتران الاول، واي اس 2 اكس زائد 1 هذا الاقتران الثاني. بدي اجي انا اشتق حاصل ضرب الاقترانين. شو مشتقه حسب قاعده الاشتقاق؟ عندي الاقتران الاول كما هو، يعني جذر الاكس بينزل كما هو مضروب في مشتقة الاقتران الثاني. الاقتران الثاني هو عبارة عن اي اس 2 اكس زائد 1. شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها هينا مضروبة في مين؟ مشتقة الاس تبعها. شو مشتقة 2 اكس زائد 1؟ 2. يلي ما بيعرف كيف يشتق قيمها يرجع لمحاضرة اشتقاق الدالة الاسية. زائد انا خلصت الجزئية الأولى. زائد الجزئية الثانية هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو، وين الثاني؟ هي اي اس 2 اكس زائد 1 مضروب في مين؟ مشتقة الاقتران الأول. وين الاقتران الأول؟ جذر الاكس أو الجذر التربيعي لاكس. شو مشتقة الجذر التربيعي لاكس؟ أخذناها 1 على 2 الجذر كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة الاكس؟ 1. هاي خلصنا الجزئية الثانية. بعد هيك بدي أعمل تفصيل. الاثنين هاي مضروبة في جذر الإكس رح يعطيني 2 جذر الإكس في الإكسبوننشال 2 إكس زائد 1.
أيضا زائد أجي أضرب في عندي بسط مقام. مين اللي موجودين في البسط؟ الواحد مضروب في واحد مضروب في الإكسبوننشال، يعني راح يعمل إيروس 2 إكس زائد واحد على 2 جذر إكس. كيف بتكون خلصنا إيش حل السؤال اللي موجود عندي؟ نيجي لمين؟ للسؤال اللي بعده. f إكس هي عبارة عن 2 إكس تكعيب زائد 3 مضروبة في إكس أس 4 ناقص 2 إكس. أحدد هذا هو عبارة عن الاقتران الأول، وهذا الجزئية الثانية اللي هو عبارة عن الاقتران الثاني. بعد هيك أجي أشطح f داش لل إكس. حكينا حسب قاعدة اشتقاق فحصل درجة الاقترانين. الاقتران الأول كما هو حيوم ينزل 2 إكس تكعيب زائد 3 مضروب في مين؟ مشتقة الاقتران الثاني. وين الاقتران الثاني هيوم؟ شو مشتقته؟ شو مشتقة إكس أس 4؟ 4 إكس تكعيب ناقص 2 إكس مشتقتها 2 زائد، هاي خلصت أنا الجزئية الأولى. زائد الجزئية الثانية شو بيحكي لي في قانون الاشتقاق؟ وعبارة عن الاقتران الثاني كما هو. وين الاقتران الثاني هيوم؟ بكتبه كما هو. هذه الجزئية الأولى، نفتح أقواس الجزئية الثانية اللي هي إكس أس 4 كما هي ناقص 2 إكس مضروبة في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. مين الاقتران الأول؟ 2 إكس تكعيب زائد 3. شو مشتقتها 2 إكس تكعيب؟ يفضل أحطها أقواس لأنه إيش في عندي حدود مضروبة. 2 إكس تكعيب مشتقتها 6، إكس تربيع زائد 3 مشتقتها مين؟ 0. هيك بنكون خلصنا مين؟ المشتقة للاف الاكس. نيجي عندي بالسؤال اللي بعده بيعطيني ار تي. كما حكيت لكم سابقا انه ممكن الدالة يسمي لي اياها اف الاكس، ممكن يسمي لي اياها ال الاكس، ممكن يسمي لي اياها جي الاكس، ممكن يسمي لي اياها ار تي، يعني تكون عندي الدالة بدلالة التي تي تي. فلازم اتاكد انه الداله الاولى والداله الثانيه معرفين عندي بدلاله التي، مش واحده بدلاله التي وواحده بدلاله الاكس. لازم الاثنين يكونوا نفس المتغير. ليش؟ لان انا هنا لما بشتق للاكس، اذا لازم الداله الاولى والثانيه تكون ايش عباره عن متغير بدلاله الاكس. نيجي ار تي، قبل ما ابدا اشتق بدي احدد مين الاقتران الاول ومين هو الاقتران الثاني. بعد هيك بدي اجي اقول ار داش التي اللي هي المشتقة الأولى للتي هي عبارة عن مين؟ بما إنها حصل ضرب اقتران هي عبارة عن الأول ومشتقة الثاني. وين الأول؟ هي كما هو بكتب بي زائد بي أس تي في مشتقة الثاني الثلاثة مشتقتها صفر ناقص جذر التي. شو مشتقة جذر التي؟ جذر التي هي زيها زي جذر الإكس اللي هو جذر تربيع للتي. أنا ما بيهمني شو اسم المتغير، المهم الدالة هي عبارة عن إيش؟ واضح؟ شو مشتقة الجذر؟ دائماً عندي مشتقة الجذر واحد على اثنين الجذر التربيعي كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة التي للتي؟ واحد. هيك بنكون خلصنا الجزئية الأولى. زائد شو الجزئية الثانية بتحكي لي؟ الاقتران الثاني كما هو أيوه 3 ناقص جذر التي مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. وين الاقتران الأول؟ شو مشتقة التي؟ واحد. زائد شو مشتقة إي أس تي؟ إي أس تي هذا اقتران أسي. شو مشتقة الإكسبوننشال؟ هو نفسه أخذناها مضروبة في مشتقة الأسي اللي هنا. شو مشتقة التي؟ واحد. هيك بنكون إيش؟ خلصنا المشتقة اللي عندي. بعد كده لو بنحط بسطوها بصير عندي هيهم تي زائد اي اس تي مضروبة في مين؟ صفر بروح سالب واحد على اثنين جذر التي هذه مضروبة في الواحد، يعني واحد مضروبة في الواحد اللي هنا. هيصير عندي سالب واحد على اثنين جذر التي زائد مين؟ هاي 3 ناقص جذر التي مضروبة في مين؟ واحد زائد اي اس تي. هيك بنكون خلصنا مين؟ مشتقة ار تي. طيب عندي الان معرف لي الداله هي عباره عن اف الواي، يعني الداله متغير بدلاله الواي. هنا كانت الداله بدلاله التي، هنا كانت الداله بدلاله الاكس،
ممكن تكون حكينا بدلالة X, Y, Z, T أي متغير ممكن تكون حتى بدلالة ثيتا. يعني مثلاً F ثيتا هتساوي ساين ثيتا كوزاين ثيتا. أهم إشي لما يكون عندي حاسة ضرب القرنين تكون الدالة الأولى والدالة الثانية نفس المتغير مع بعض. واضح؟ طيب بطلع على السؤال F و Y هي عبارة عن 1 على Y تربيع ناقص 3 على Y بس 4 مضروبة كلها هذه Y زائد 5 Y تكعيب. يعني هذا يعتبر هو الاقتران الأول وهذا هو الاقتران الثاني. ولكن قبل ما أبدأ أعمل عملية الاشتقاق بطلع على 1 على Y تربيع. هلا أنا بدي أعتبرها اقتران نسبي واشتق البسط والمقام لواحدة حسب قانون مشتقة الاقتران النسبي اللي هناخدها ان شاء الله بعد حسب درجة الاقترانين. ولكن في طريقة افضل اعتبرها اني احاول ابسطها ما اعتبرها اقتران نسبي. يعني لو كانت انا عندي على سبيل المثال ناخد مثال لو كانت f x هي عبارة عن 1 على x تربيع شو ممكن انا ابسطها؟ هي عبارة عن 1 مضروبة في x سالب 2. عندنا في الرياضيات في الجمع والطرد لو كانت عندي مثلا x ناقص 5 هتساوي x تربيع زائد 10. لو انا بدي انقل اي عدد خارج اشارة المساوي او بعد المساوي او قبل المساوي بعكس الاشارة بعكس اشارة العدد صح؟ يعني انا هتساوي x هتساوي x تربيع زائد 10 زائد 5 صح؟ مثلا اذا لما انا بطلع العدد بعد المساوي او قبل المساوي بغير اشاره من سالب الى موجب او من موجب الى سالب. يعني ممكن كمان يكون لو كانت عندي انا f y بدها تساوي y تربيع زائد 9 ممكن انا احكي f y إذا طلع 9 أنا هنا بالشكل هذا أطلعها بعد المساوي بدها تصير سالب 9 هتساوي واي تربيع. هذا في الجمع والطرد إن أنا بغير إشارة العدد لما بدي أغير مكانه من قبل المساوي لبعد المساوي أو العكس. طيب ولكن في الأسس الأس المتغير عندي لو كان موجود في المقام أنا بدي أعمل له شفت اخليه في البسط بغير اشاره الاس يعني اكس تربيع هتصير سالب 2 هتصير اكس اس سالب 2. لو كانت عندي انا اف الاكس هي عباره 1 على اكس اس 5 هي نفسها 1 مضروب في اكس اس سالب 5 يعني الاكس اس 5 لما بطلعها فوق في البسط بدي اغير اشارتها. ولو كانت انا عندي مثلا اف الاكس هي عباره عن 3 على اكس اس هي نفسها 3 في x في السالب 9. طب لو كانت انا عندي f y هي عباره عن 3 على y تربيع هذه هي نفسها 3 مضروبه في y في السالب 2. اذا لما انا بدي اطلع y في 2 للبسط بدي اغير اشاره مين؟ الاس. وكمان نفس الشيء لو كانت انا عندي y في 5 بدي اخليها بالمقام على مثلا على 4 هي نفسها 1 على 4 في y سالب 5. يعني لو هي كانت بالبسط انا بدي انزلها بالمقام بغير اشاره الاس. لو هي بالمقام وانا بدي انزلها بالبسط بغير اشاره الاس. واضح؟ اذا انا بالاول قبل ما اشتق 1 على y تربيع بدي ابسطها يعني اطلعها بالبسط قبل ما اشتقها. ان شاء الله تكون كنت بتفكر. ولكن حابة أنوهها ما بينفع لو كانت أنا عندي f ال x 1 على x تربيع زائد x تكعيب أو أحكي بدها تصير 1 مضروبة في x سالب 2 زائد x سالب 3 هذا غلط. واضح؟ لو كانت هي واحدة هي واحدة بدي أعدها بأطلعها. أو لو كانت عندي مثلا بالشكل هذا f ال x هي 1 على x زائد 10 أس 5 هذا بإمكاني كلها أطلعها أس سالب 5 لأنه الأس لمين؟ للمقام كامل. واضح؟ لكن لو كانت هيك متفرقة ما بينفع أطلعها بالإشارة المعاكسة. هذه ممكن أنا أحكي إنها 1 مضروبة في إكس زائد 10 أس سالب 5. واضح؟ ولكن هذه ما بيجوز. تاني نرجع لسؤالنا
الأول هنروح على الصفحة، يعني بدي أبسطها هنا عشان أشتقها بالجزء الجهة. واحد على واي تربيع حكينا هي واحد مضروبة في واي أس سالب اثنين، ناقص ثلاثة مضروبة في واي أس سالب أربعة. هاي مين الاقتران الأول؟ الاقتران الثاني كان هون واي زائد خمسة واي تلاتين. واضح؟ خليني أنزل التزيين هذا لتحت، هذا اف الاكس تساوي جذر اكس تربيع ناقص 16 مضروب في اس اكس تربيع ناقص 5 اكس. عشان اخلي وسع. طيب وصارت عندي اف الواي هي عبارة عن واحد في واي اس سالب 2، يعني واي اس سالب 2 ناقص 3 واي اس سالب 4، هيكون مضروبة في مين الاقتران الثاني؟ واي زائد 5 واي تكعيب. فصارت عندي هاي الاقتران الاول لازم احدده وهي الاقتران الثاني. بعد ما صارت عندي داله بسيطه بالشكل هذا بامكاني اشتقها عادي حسب قانون اشتقاق حاصل داله الاقتران. فبصير عندي اف داش من واي، يعني مشتقه الاف بالنسبه للواي بدها تساوي عندي حسب القانون الاول في مشتقه الثاني. وين الاقتران الاول؟ يعني بينزل كم هو واي اس سالب 2 ناقص 3 واي اس سالب 4 مضروب في مشتقة مين؟ الاقتران الثاني. الاقتران الثاني شو مشتقة الواي؟ واحد بشتق بالنسبة لواي كم؟ هنا كنا بنشتق بالنسبة لاكس، هنا بنشتق بالنسبة لتي، هنا بشتق بالنسبة لاكس. فأنا دائما لما بشتق بشتق بالنسبة للمتغير المعرف عليه في الدالتين. إذا شو مشتقة الواي بالنسبة لواي؟ واحد زائد شو مشتقة خمسة واي تكعيب؟ 15 واي تربيع. خلصنا الجزئية الأولى. زائد شو مشتقة شو الجزئية الثانية؟ هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو، يعني واي زائد خمسة واي تكعيب مضروب في مين؟ في مشتقة الأول. قبل حين بدي أشتق واي أس سالب 2 حسب قوانين الاشتقاق، كيف انا بشتق اي داله مرفوعه لاس، اي متغير عفوا مرفوع لاس؟ بنزل الاس وباخذ منه واحد. يعني لو كانت انا عندي اف الاكس هي عباره عن اكس اس سالب 3، شو مشتقتها؟ حسب قوانين الاشتقاق بيقول لي اني بدي انزل في الاول الاس هي سالب 3 اكس، بعد هيك الاس بدي اخذ منه واحد، اللي هي هذه كانت اول محاضره اعتقد، المحاضرة الرابعة في الاشتقاق هي كانت محاضرة مشتقة كيفية الحدود باستخدام القوانين. اللي ما بيعرف كيف اشتقنا هذه يرجع للمحاضرة بشكل كامل مفصل شرحناها. فارجع فصارت عندي هي بنزل الاس سالب 3، بعدها بدي اخذ من الاس واحد، فبتصير عندي سالب 3 اكس اس سالب 4. فلو كانت عندي كمان اف اكس هي عبارة عن اكس اس سالب 5، شو مشتقتها؟ على طول هي سالب 5 اكس اس سالب 6. ليش؟ لاني بدي اخذ من الاس واحد، يعني بدي اطرح من واحد. فنيجي هنا شو مشتقة واي اس سالب 2؟ هي سالب 2 واي مرفوع على سالب 2 سالب 1، يعني سالب 3. عندنا هنا سالب 3 وسالب 1 هي سالب 4. سالب 5 وكمان سالب 1 هي سالب 6. واضح؟ فهذه سالب 2 وبدي اخذ اطرح منها واحد، يعني سالب 2 وسالب 1 راح تصير سالب 3. ناقص شو مشتقة 3 واي اس سالب 4؟ هاي ال 3 كم هي؟ سالب 4 راح تنزل، حطها بين اقواس، مضروبة في واي اس سالب 4 وكمان سالب 1 راح يصير معايا سالب 5. وهيك بنكون اشتقينا اف الواي اللي موجودة عندي. بدنا نبسط هذا بتصير السالب 3 مضروبة في السالب 4 راح يعطيني موجب 12. واضح؟ إذا هذه الجزئية بدها تصير كام؟ هي عبارة عن موجب 12. نيجي للسؤال اللي موجود عندي هنا. معطيني اف الاكس هي عبارة عن اي اس اكس تربيع زائد 1 مضروبة في اكس تربيع ناقص 5.
على طول بدي احدد مين هو الحفظان الاول مين هو الحفظان الثاني واشتغل حسب قانون الاشتقاق اف داش للاكس هي عباره عن الاول اي اس اكس تربيع زائد واحد في مشتقه الثاني الثاني هو عباره عن اكس تربيع شو مشتقتها 2 اكس زائد مشتقه الخمسه طبعا صفر زائد شو بعد الجزئيه الثانيه هاي الجزئيه الاولى خلصناها الجزئيه الثانيه الاقتران الثاني كما هو ايوه هذا طبعا الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه الاقتران الثاني كما هو مضروب في مين في مشتقه الاقتران الاول شو مشتقه الاكسبوننشال هي نفسها كما هي بكتبها مضروبه في مشتقه الاس اللي هي 2 اكس شو مشتقه اكس تربيع زائد 1 2 اكس هيك بنكون خلصنا مشتقه اف الاكس اللي هي معطيه نيجي للسؤال رقم 8 ما يعطيني اف الاكس هي عباره عن 4 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 مضروبه في اكسبوننشال ل 5 اكس على طول اول شيء اول خطوه حكينا دائما بحدد الاقتران الاول ايو وهذا هو مين الاقتران الثاني نيجي نشتقها اف داش للاكس هي عباره عن مين حسب القانون الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول وين الاول هاي بينزل كم هو 4 اكس تكعيب زائد 2 اكس زائد 1 في مشتقه اي اس 5 اكس مشتقة الدالة الأسية حكينا هي نفسها مضروبة في مشتقة الأس اللي هو 5 زائد خلصنا الجزئية الأولى زائد الجزئية الثانية هي عبارة عن مين؟ اللي حكينا الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني اي أس 5 إكس في مشتقة الأول شو مشتقة 4 إكس تكعيب هي 12 ربع 12 إكس تربيع هنا زائد شو مشتقة 2 اكس؟ 2 وشو مشتقة الواحد؟ 0 فهيك بنكون خلصنا مين؟ المشتقة. نيجي لآخر سؤال عندي معطيني اف الاكس هي عبارة عن جذر تربيع لاكس تربيع ناقص 16 مضروبة في الاكسبوننشال لاكس تربيع ناقص 5 اكس. أول خطوة حكينا لو كانت عندي اف الاكس بدي أشوفها هي عبارة عن نقص الضرب الاقتراني ولا لا؟ نعم. فبحدد الاقتران الأول وبعدين بحدد الاقتران مين الثاني. بعد كده جاب الاف داش للاكس هي عباره عن مين؟ الاول حسب القانون في مشتقه الثاني، هي الاول كما هو في مشتقه الثاني مين؟ مشتقه الاكسبوننشال، شو مشتقه الاكسبوننشال؟ هي نفسها مضروبة في مشتقة مين؟ الأس. شو مشتقة إكس تربيع؟ 2 إكس. شو مشتقة 5؟ إكس سالب 5، بحطها بين أقواس لأنها مين؟ حد عام. هذه كلها الجزئية الأولى. زائد بدي أكتب الجزئية الثانية، شو الجزئية الثانية؟ هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو مضروب في مين؟ مشتقة الاقتران الأول. إذا هي الاقتران الثاني كما هو بأكد هيك هي اكس تربيع ناقص 5 اكس مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. بروح على الاقتران الأول شو بألاقي؟ بألاقي هو عبارة عن جذر تربيعي. وإحنا حكينا مشتقة الجذر التربيعي هي 1 على 2 الجذر كما هو. شو ما يكون في الجذر بكتبه كما هو هيك اكس تربيع ناقص 16 مضروب في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس ناقص 16 مشتقتها 0 فبصير عندي ايه؟ بعد هيك اذا انا بدي ابسط الجزئية الأولى بكتبها كما هي هيها جذر اكس تربيع ناقص 16 مضروبة طبعا نكمل طفت الكاميرا خلينا بآخر سؤال حكينا الاثنين بتروح مع الاثنين بعد هيك بدي اضرب الاكس مضروبه في الاكسبوننشال اي اكس تربيع ناقص 5 اكس كل هذا على المقام اللي هو جذر اكس تربيع ناقص 16 هذه هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن مشتقه اف داش الاكس اللي هي كانت اخر سؤال معنا اليوم
الحمد لله خلصنا اول جزئيه اللي هو حصر ضرب اقترانين. اخذنا حصر مشتق حصر ضرب اقترانين للمره الاخيره من بعيد، هي عباره عن الاول في مشتق الثاني زائد الاقتران الثاني في مشتق الاول. واخذنا اسئله عليها، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اشوفكم بالمحاضره يلي بعدها، رح ناخذ مشتق حصر ضرب اقترانين. لو كان عندي ساين او كوزاين مضروبه في الاكسبوننشال مضروبه في داله كثير حدود،